وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من باريس عضو لجنة الشؤون الخارجية للمجلس الوطني الإيراني موسى أفشار. أهلا ومرحبا بك. بداية، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يزور واشنطن، وهذه الزيارة تعد مهمة، كيف ترون توقيتها على الملفات المتعددة التي نوقشت فيها؟ أحييكم وأحيي مشاهدي قناة الرافدين. حياك الله. الحقيقة كما تعرفون أعلن الرئيس الأمريكي بأنه في 12 أيار سوف يعلن قرار الولايات المتحدة حول موضوع الاتفاق النووي. حقيقة بمعضل أما هو سياسات الدول وطبعا حسب مصالحهم، لكن نحن من منظار المقاومة الإيرانية وهو منظار مصلحة الشعب الإيراني، هو بأنه الاتفاق النووي كان عبارة عن تقديم تنازل كبير جدا لإدارة أوباما من دون أن يكون هناك رغبة مشددة في كثير من الأمور. في ديباجة الاتفاق النووي ورد بأن هذا الاتفاق من أجل الاستقرار والسلام في المنطقة، فيا ترى ومنذ 2015 وبعدما فتحوا للنظام الإيراني الرصود الأصول المجمدة، ماذا حصل في المنطقة؟ هل هناك استقرار وهل هناك أمن؟ وفيما يتعلق بالشعب الإيراني، هل الشعب الإيراني والمائدة الفارغة لأبناء الشعب الإيراني حصة من هذه الأموال؟ لا، بالعكس تماما، النظام الإيراني نظام ولاية الفقيه استقل هذا التنازل الكبير الدولي خاصة من قبل الإدارة الأمريكية آنذاك، بأنه أولا مدد واستمر بتدخله على حساب شعوب المنطقة، شعبنا العراقي، شعبنا السوري، وشعب اليمني، والشعوب الشقيقة في المنطقة. طيب، أن النظام وجد الآن، لكن الذي حصل الآن هناك تغير كبير، تغييرين كبيرين، وهم داخل إيران وهو الانتفاضة من داخل ومن قبل أبناء الشعب الإيراني، والثاني في التغيير لأنه تلك السياسة الأوباما. طيب، أستاذ موسى، لكن البعض لمس اختلاف ما بين الرأي الفرنسي والأمريكي، خصوصا بعد التصريح الأخير للرئيس ترامب، وهو يعتقد أن لماكرون الذي يعتقد أن مناقشاته مع ترامب ستتيح إمكانية التوصل لاتفاق جديد مع إيران. يعني هل هذا يعكس فعلا الموقف المخالف لفرنسا للرغبة الأمريكية؟ في الحقيقة الآن المجتمع الدولي أمام مفترق طريق، إما مواصلة السياسة المسايرة والمحادنة اللعينة التي ألمت بالشعب الإيراني وشعوب المنطقة، وكان ضحيتها شعب الإيراني أولا وشعب السوري وشعب العراقي وشعب اليمني ثانيا، هل يريد الغرب الاستمرار بذلك أو أن يقف وقفة صارمة جدا تجاه النظام الإيراني، ليس فقط في مشروع الصواريخ الباليستية، المهم الآن هو زعزعة الأمن المنطقة والشعوب التي تعاني من هذا التدخل النظام الإيراني بكل ميليشياته الطائفية. الآن المطلوب من الغرب ليس فقط تطبيق القرار الاتفاق النووي، نحن كمقاومة إيرانية وعلى لسان السيدة مريم رجوي أكدنا بأنه من الضروري جدا تطبيق القرارات الدولية بحق النظام الإيراني، ليس فقط وقف التخضيب الأورانيوم وإمكانيات النووية، بل طرد الحرس نظام الإيراني والميليشيات الطائفية من سوريا والعراق وكل ما قام النظام خلال هذه الفترة خلال الاتفاق النووي. ما هي الفائدة التي تعود على فرنسا من الاتفاق النووي مع إيران؟ لماذا تتمسك به إلى هذه الدرجة برأيكم؟ طبعا كما تعرفون لكل بلد مصالحه. طبعاً أوروبا يريد التواصل الاقتصادي مع السوق الإيراني، لكن هو أيضا في نفسه خطأ بالذات، لأنه إذا هذا النظام يعني يوظف كافة الإمكانيات الاقتصادية للبلد من خلال القوات الحرس كأكبر مؤسسة اقتصادية في إيران من أجل يعني أجندته على حساب الشعوب المنطقة وعلى حساب السلام في المنطقة والاستقرار المنطقة، إذن ما هي معنى الاستثمارات حتى بالنسبة لأوروبا؟ فلذلك الكل يجب
يعمل من أجل الوقوف إلى الشعب الإيراني الآن، وهذا هو حقيقة بيت القصيدة الذي أريد من خلال قناتكم الموقرة أوصلها. الشعب الإيراني اليوم يقول اترك سوريا، فكر في حالنا. الشعب الإيراني اليوم يقول الموت لحزب الله. الشعب الإيراني اليوم يريد أن يكون قراره بيده وليس بيد النظام الإيراني. طيب. فلذلك المطلوب الآن وقوف كل الدول إلى جانب الشعب الإيراني لمطالبته بإسقاط نظام ولاية الفقيه وإنهاء هذه الفترة المظلمة التي بالنظام 39 عاما. بالكلام عن النظام يبدو أن الموقف الإيراني في المقابل متشدد جدا، فقد حذر روحاني تراب من عواقب وخيمة حال انسحب من الاتفاق النووي. يعني على ماذا يستند روحاني ليطلق هكذا تصريحات رنانة؟ قبل كل شيء إن هذه التصريحات الرنانة إن دلت فإنما تدل على المأزق المطلق الذي وصل النظام إليه. كان النظام الإيراني يراهن على سياسة المداهنة والمسايرة الغربية عمرها 39 عاماً، انتهت ذلك العهد، وخاصة في إدارة أوباما. الآن النظام الإيراني أمام عرض قوي، عرض صلب، ولذلك ليس أمامه إلا التنازل، وهذا هو هذا الكلام هو بسبب اليأس الذي ينتابه نظام بسبب المأزق المطلق. وحتى نظام كان يراهن على الدور الأوروبي الذي إذا هذا الدور يصل إلى نهايته. الولايات المتحدة الأمريكية تريد اليوم توسيع الاتفاق الإيراني ليشمل الصواريخ الباليستية من جهة وتدخل إيران في دول المنطقة من جهة أخرى. برأيكم إلى أي مدى سيسهم هذا في كبح جماح النظام الإيراني وانعكاسه على حل أزمات المنطقة؟ سيكون إذا خرجنا من دائرة الكلام ومجرد كلام، وإذا جئنا إلى تطبيق هذه الكلام والسياسة إلى سياسة عملية على أرض الواقع، فإن هذا هو سوف يفيد. لأنه طرد قوات الحرس النظام الإيراني والميليشيات الطائفية له من لبنان، من اليمن، من سوريا ومن العراق، هذا تحول كبير قبل أي مكان آخر سوف ينجلي في طهران. نظام إيراني وولي الفقيه يقول بملء فم: إن لم نحن نقاتل في هذه الدول والبلدان التي ذكرتها فعلينا أن نقاتل في طهران. أمام من؟ أمام الشعب الإيراني الصائر، أمام المنتفضين في إيران. طيب. فلذلك أنتم في المجلس الوطني على الأرض بشكل حقيقي. نعم. الذي لحد الآن مع الأسف فقط نسمع الكلام ونسمع السياسة ولم نجده على الأرض الواقع. إذا طبق ذلك فسوف يكون تأثيره كبير جدا ومفيد جدا لصالح الشعب الإيراني وشعوب المنطقة. طيب، هذه رؤيتكم أنتم في المجلس الوطني، لكن ما هو دوركم في المستقبل إذا ما حصل هذا الأمر؟ أنتم كمعارضة إيرانية. نحن طبعا كمعارضة إيرانية ومثل ما تفضلتم دورنا الرئيس هو الآن تنزيم الانتفاضة التي بدأت منذ 28 ديسمبر ومستمرة حتى الآن. الآن المقاومة الإيرانية وشبكات التنظيم المقاومة الإيرانية في الداخل في حالة التعبئة القصوى من أجل تنظيم هذه الحراك الشعبي الكبير من أجل الهدف الغائي وهو إسقاط نظام الإيراني. نعم، كان معنا عضو لجنة الشؤون الخارجية للمجلس الوطني الإيراني السيد موسى أفشار، شكرا جزيلا لك.